الله عليك يا شيخ، قطع الصلاة هل تعالج إذا قطعت امرأة؟ كذلك قطع إذا قطع طفل أو امرأة تقطع صلاة امرأة؟ الأخ يقول المرأة إذا مرت بين يدي الصف هل تقطع الصلاة؟ ولتقطع المرأة صلاة المرأة؟ فجوابه أولا أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، إنما ينقص ثوابه، على الرجل أن يمنعه لقوله صلى الله عليه وسلم: وأراد أحد الإجساز بيديه فليدفعه. هذا أمر، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان، متفق على صحته. الأمر الثاني أن المرأة لا تقطع صلاة المرأة كالرجل لا يقطع صلاة الرجل، لأن هذا لم يثبت عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، اختلف الفقهاء رحمهم الله في مرور المرأة بين يدي المصلي هل تقطع صلاته أم لا، وهذا له حالتان. الحالة الأولى أن تمر المرأة بين يدي المأمومين، ففي هذه الحالة لا تقطع صلاتهم، لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهي لن تمر الآن بين الإمام وبين سترته، إنما مرت بين يدي المأمومين، فلذلك لا تقطع الصلاة حينئذ. الحالة الثانية أن تمر بين يدي الإمام أو تمر بين المنفرد وبين سترته، ففي هذه المسألة قولان للفقهاء. القول الأول أنه لا يقطع الصلاة شيء، وادروا ما استطعتم، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وسدل على ذلك بأدلة كثيرة كحديث أبي سعيد: لا يقطع الصلاة شيء وادروا ما استطعتم، وهذا معلول في إسناد مجاهد بن سعيد ضعيف الحديث، سدل على ذلك بأن عائشة كانت تقول: شبهتمونا بالحمير والكلاب، قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه. وهذا الحديث لا دلالة فيه ظاهرة، لأن لفظ حديث يقطع الصلاة إذا مر بينه، عائشة ما مرت، وفرق بين القار وبين المار، والحديث ورد في المار ما ورد في القار، فهذا لا دلالة في الحديث ظاهرة. القول الثاني في المسألة أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي تقطع صلاته، ثم اختلف هؤلاء ما معنى القطع على قولي عندهم. القول الأول أن هذا القطع معنوي لا حسي، وهذا ضعيف يحتاج إلى دليل. القول الثاني أن القطع على ظاهره، لأن النصوص تحمل على ظواهرها حتى يثبت دليل يبين أن الظاهر غير مراد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة الرجل مرة بين يديه المرأة والحمار، والقطع هو الحسي، بمعنى أن الرجل السانف صاد يكبر من جديد، وهذا قول جماعة من الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وهذا قول إسحاق وأحمد بن حنبل، وهو اختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم، وهذا الذي تدل عليه ظواهر الأدلة.